وده اللي أثبتته تجربة الراهبة سيليست خياط لما جت قرية البياضية في المنيا سنة 1987 عشان تدرس دين وموسيقى، وحطت إيدها على كنز أصوات حلوة أصحابها ما يعرفوش إنهم أصوات حلوة. هي كان دورها ان هي عندها حس موسيقى، وهي مع الولاد اكتشفت انه لا، في خامه اصوات كتيره جدا جميله. ابتدت تشتغل مع الولاد في شويه ترانيم في الاول، وبعدين شويه اغاني تراث، وبعدين جت النقله التاريخيه. كان يمكن ده تقريبا سنه 90، كان الكورال تم دعوته للقاهره للمشاركه في احد الاحتفاليات، وغن هناك وادي لونا بدون موسيقى، ودي كانت الانطلاقه الاولى. ابتدى بقى يبقى له مريدي والناس اللي بتحب تسمعه. بعديها 93 و94 الجمعيه وقفت في ظهر الكورال، ابتدوا يعملوا 2 اوبريت حصان خشب وتيجي نبن بيت. وابتدى الكورال بقى يتوسع، بدل ما تبقى مدرسة البيضية لا، كمان مدرسة ملوي أبو رقاص. ابتدى يحصل تجمع من كتير من المدارس التابعة للجمعية. ناس كتير وقفت مع الكورال لغاية لما ثبت وجوده، ولغاية ما بقى مطلوب في معظم الاحتفالات اللي موجودة في مصر يعني، وكمان خارج مصر يعني. كمان 98 اتعمل عنه فيلم روائي من المركز الثقافي للسينما جوه البشر. أستاذ أحمد رشوان كان بيوثق شوية فكرة بداية الكورال، وفكرة إنه إزاي ممكن ندور على الفن وعلى الجمال جوانا، إزاي إن إحنا نفضل مستمرين نبحث عن كل ما هو جميل. ربنا خلق كل حاجة جميلة جوانا، الشيء الجميل ده لازم نبتدي ندور عليه. يا الهلال يعني يا الهلال.